أخبار كتير شهدتها محافظاتنا المختلفة. هنبدأ من محافظة إسكندرية، تم فيها البدء في أعمال إنشاء كوبري محمد نجيب. أما في سوهاج فأعلنت مديرية الصحة في المحافظة عن تقديم خدمات طبية علاجية مجانية لأكثر من 7000 مواطن. فعلا كمان في محافظة المنوفية تم افتتاح المركز التكنولوجي الجديد التابع لمديرية التموين بنطاق حي شرق شبين الكوم. وفي دمياط أكدت مديرية التربية والتعليم الموافقة على خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني. تفاصيل أكتر وأخبار أكتر من المحافظات هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير شهدتها المحافظات. محافظة الإسكندرية شهدت البدء في أعمال إنشاء كوبري محمد نجيب مع استكمال أعمال مشروع التوسعة الجديد لكورنيش الإسكندرية، وبيتم حالياً التشغيل التجريبي لمنطقة التوسعة من سيدي بشر حتى السرايا، وبيتم العمل على تمهيد ووضع طبقات الرصف في الكورنيش القديم، المنطقة من المنتزه حتى البوريفاج، وفتح الكورنيش ليتسع لخمس حارات في تلك المنطقة. أعلنت مديرية الصحة بسوهاج عن تقديم خدمات طبية علاجية مجانية لأكثر من 7000 مواطن من خلال 9 قوافل طبية في 3 مراكز هي جرجة والمنشأة ودار السلام خلال شهر سبتمبر، وتم استهداف القرى الأكثر احتياجاً منها. افتتحت محافظة المنوفية المركز التكنولوجي الجديد التابع لمديرية التموين بنطاق حي شرق شبين الكوم، وده في إطار تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وبيقوم المركز باستقبال طلبات المواطنين على مدار اليوم لتقديم العديد من الخدمات التموينية المتنوعة، منها استخراج بطاقات بدل فائد وبدل تالف وإضافة وغيرها. أكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط الموافقة على خفض تنسيق القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وتم نزول تنسيق مدرسة محمد حسن درة الإلكترونية بنات من مجموع 200 لمجموع 180 درجة، ونزول تنسيق مدرسة فرسكور الزخرفية بنات من مجموع 195 لمجموع 185 درجة. شهدت محافظة قنا استلام 2 طن لحوم بلدية بمشروع صكوك الأضاحي ضمن مبادرة بداية التابع لوزارة الأوقاف، بغرض توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز قنا، أبو تشت، فرشوط والوقف، طبقاً للخطة الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. خصصت محافظة أسوان لجان متخصصة للمرور على مختلف المناطق والقرى لرصد أي شكاوى أو مطالب جماهيرية لسرعة التدخل الفوري معها من أجل تخفيف أي معاناة عن المواطن الأسواني. أكدت مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ قافلة طبية مجانية بقرية 8 بمركز المنيا خلال يومين، نتج عنها توقيع الكشف الطبي على 1584 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان. كثفت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة من أعمال إحلال وتجديد الطريق المؤدي للمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى اللي بيستهدف تسهيل الحركة المرورية للمستثمرين ودعم عجلة الاستثمار، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة. بيمتد المشروع بطول 6 كيلومتر من كوبري فاروق حتى المنطقة الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليون جنيه. أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد عن انطلاق أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلبة المرحلة الابتدائية اللي بتستهدف إجراء مسح طبي لما يزيد عن 27 ألف طالب وطالبة بالتعليم العام والأزهري بمراكز المحافظة الخمسة، وتوجيه الحالات المكتشفة لتلقي العلاج والمتابعة بعيادات التأمين الصحي.